النهارده مع حضراتكم بنستقبل اليوم العالمي للسلام اللي بنحتفل بيه مع العالم كله كل سنه في 21 من سبتمبر، وده الاحتفال اللي مصر تستحقه مع تمسكها بالسلام في كل مواقفها الدوليه، واللي بتخليها دوله راعيه للسلام بامتياز. مصر دايما بتهدف لتحقيق الامن والسلم العالمي، وده اللي احنا بنشوفه في تحركات السيد الرئيس اللي قدر خلال سنين، الحقيقة يمكن في عمر السياسة مش طويلة، انه يفسد مخططات استهدفت الدولة المصرية وأمنها واستقرارها، مش بس المخططات اللي كانت بتستهدف مصر لكن كمان اللي كانت بتستهدف دول المنطقة، مع تأكيده طول الوقت على أهمية السلام وان السلام مرتبط بالتنمية. الرئيس بيعتبر ان السلام والتنمية حق من حقوق الانسان وحق مشروع لأي دولة في العالم انها تخطط على او انها كمان تحافظ على استقرارها ومؤسساتها. كتير شفنا ده في مؤتمرات الشباب في القمم الافريقية والعربية والدولية، وكمان في حديث الرئيس مرارا وتكرارا في الامم المتحدة، وتأكيد على اهمية دعم الدول عشان تتحكم في مقدراتها، ان يكون في تحديد لمصيرها بنفسها بعيد عن اي تدخلات. التدخلات الخارجية عمرها ما بتكون في صالح أي بلد بيتم التدخل فيها، وكل تحرك قامت بيه مصر لدعم السلام في المنطقة والعالم تم بدون تدخل في شؤون هذه الدول. مصر الحمد لله دولة شريفة، ودايما رئيسنا بيقول بنتعامل بشرف في زمن أعز فيه الشرف، بتقدر حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وبتدعم حقها في التنمية والتقدم. في اليوم العالمي للسلام بنضم صوتنا لصوت الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في كل بؤر الصراع في العالم النهاردة، وبنتمنى أن كل الصراعات تنتهي في العالم كله عشان نعيش كلنا كبشر في سلام وأمن واستقرار. وده توجه بلدنا مصر وصوتها اللي وصفه السيد الرئيس بأنه صوت السلام. إن تحقيق السلام واستمراره على المدى الطويل لن يتحقق سوى بتعزيز قدرة الدول والحكومات على بسط سيادتها على كامل ترابها والارتقاء بقدراتها المؤسسية في شتى المجالات. فتؤمن مصر بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار في القارة الإفريقية وفي العالم هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن ومنع نشوب النزاعات والأزمات في المقام الأول، كل ذلك في الوقت الذي ترى فيه شعوبنا أن السلام والأمن والتنمية والرفاهية هي حقوق إنسانية، وأنها جديرة بأن تنعم بهذه الحقوق كباقي شعوب العالم. الحل لا يمكن يكون غير بأن احنا نفك نفسنا من الحروب والضياع وندور على مستقبل بلدنا. وبنوجه الرسالة دي لكل العالم اللي أتمنى إنه يسمع صوتنا، صوت مصر، صوت السلام وصوت البناء وصوت التعمير، وليس القتل والتخريب والعنف والإرهاب. يحيى الاستقرار، يحيى شباب العالم.